اكتشاف فريد من نوعه حققه فريق من علماء الآثار التشيكيين في منطقة جنوب أبو صير بمحافظة الجيزة. فبعد سلسلة من الاكتشافات الهامة لقبور مصرية قديمة، عثر العلماء على قبر يعتقد أنه يعود لطبيب فرعون خاص. ويعتبر الجزء الأهم من الاكتشاف هو ما يسمى بالباب الوهمي، والذي كان بمثابة بوابة بين عالم الأحياء والموتى. ويعتقد العلماء أن الاكتشاف يسلط ضوءا جديدا على تاريخ القرن الأخير من ما يسمى بالمملكة المصرية القديمة. وفي وقت سابق اكتشف الفريق التشيكي عددا من المقابر التي تعود لأعضاء من عائلة الملك شبسسكاف عنخ، فضلا عن اكتشاف فناء مقبرة لأميرة فرعونية تدعى شيرت نبتي في نفس المنطقة الأثرية.